جينا هنا فتحنا مطعم إيراني من حوالي شي شهرين وزيادة، عملنا الافتتاح والحمد لله بخير والشغل ماشي كويس. والمطعم الإيراني معروف أكيد بكل العالم، في مميزات ومميزاته في المشاوي الإيرانية بطريقة خاصة وببهارات إيرانية والزعفران الإيراني، وكل المأكلات اللي نستخدمها طبعا في المطاعم الإيرانية يجي معاهم الرز، وأكلات إن شاء الله طيبة وشهية تكون عندنا. ونرحب عصائر، نعم عصائر وحلويات طبعا إيرانية، نعم مميز فيها الإيران، معروف بالحلويات الإيرانية والحمد لله.